دانيال بيوعظ من ضميره، من تربيته اللي ترباها وهو صغير في بيته. رفض هذه لقطايب الملك. احنا عندنا مشكلة دلوقتي، الشباب يموت في الاكل بتاع السوق ويروحوا يشتروا من المحلات الوجبات الجاهزة. يقولك ازاي اقدر امتنع عن هذا الاكل واصوم؟ واحيانا الكنيسة تنبه وتنصح، واب الاعتراف يوصي، وفي البيت يعلمه، ومع ذلك مش قادرين الشباب يقاوموا. ده 17 سنة ومفيش رقيب عليه، مفيش نصيح، وتحت ضغط الملك وأوامره مش بحريته. بس هو بقى يقول: أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. خلاص خد عهد مع نفسه أنه هذه المأكولات مش هحطها في فمه، مش هاكل منها. وراح بقى بحكمة كلم رئيس الخصيان، وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. بحكمة كده كلمه، قال له إيه؟ قال له إن أنا طلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم. ما هو لو ما أكلوش منها وبفات 3 سنين ودانيال ضعف، هو اللي هيتجازي، لأنه ما أكلوش، ما سمعش، اللي ما قطعش الأوامر. هو بيقول له أكلهم كويس، عشان أحيانا كتير الآباء والأمهات يقولوا لأولادهم إيه؟ لا، لازم تأكلوا كويس عشان عقلكم ينمو، جسمكم ينمو، والعقل يبقى. أحيانا نقول لهم يعني الأولاد يصوموا، ده لسه صغيرين، صغيرين ده مثلا يبقى 18 20 25، يقول لا لسه. عشان فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدونون رأسي للملك؟ يعني الملك هيحكم علي. ده ضغط أيضا من رئيس الخصيان. يعني ممكن واحد كده لما يكون واحد يعني متلكك يقول أنا طلبت من رئيس الخصيان وهو رفض، أعمل إيه؟ طيب مش بإيدي، غصب عني. والأعذار موجودة كتير، يعني أعذار عدم الصوم والالتزام فيه أعذار كتيرة جدا، كل واحد ممكن يجد لنفسه أعذار. إنما الإصرار والجدية حاجة تانية خالص.